الزمالك يهزم سيراميكا في البروبا الأخيرة قبل السوبر المصري. تعال نشوف النهارده الزمالك عمل ايه النهارده في ماتش سيراميكا. فيرا النهارده بدأ اللقاء ب 5 3 2، دقيقة 29 ثانية إمام بيسلم الكرة في الشمال، في الدقيقة 39 ثانية إمام بيستلم الكرة من اليمين، في الدقيقة 10 و30 ثانية إمام بيعمل لوب من فوق الحارس، في الدقيقة 10 و40 ثانية سيف الجزيري يحرز الهدف الأول لنادي الزمالك، في الدقيقة 24 كان سيف الجزيري وقع على الأرض وأحمد ياسر ريان بكل روح رياضية طلع الكرة. فيريرا كان خانق المباراة بسبب الزحمة اللي كان عاملها في وسط الملعب، كان بيقفل المساحات على فريق سيراميكا عشان ما يقدرش يوصل للجون او يقدر يعمل لمسات يوصل بها للجون. في الدقيقة 40 جت ركنية لسيراميكا اتلعبت دخل هدف، بس الهدف اتلغى عشان الهدف اتحسب تسلل على احمد ياسر ريان. دقيقة 49 ثواني جت هجمة مرتدة لنادي الزمالك لعمر جابر، بدل ما يلعبها لأحمد زيزو الفاضي لعبها لزكريا الوردي، وبسببها زكريا الوردي خد الإنذار. في الدقيقة 43 و22 ثانية الكرة تترد من عواد في منطقة الجزاء، تترد لمهاجم سيراميكا حمزة المسلوسي رجل المباراة بيطلعها من قدامه. هجمة مرتدة لنادي سيراميكا، الفاول ده كان الحكم كان خلاص هيطلع إنذار، فجأة حسب الفاول وما اداش لزكريا الوردي إنذار، وكان زكريا الوردي يستحق الانذار الثاني والطرد في الكره دي. في الدقيقه 45 من كتر الزحمه اللي فريرا عملها كان جون ابوكا معاه الكوره وكان عليه 5 لاعبين من الزمالك. في الدقيقه 47 جون ابوكا جاله انفراد وكان مع حمزه المسلوسي يلعب الكوره بالشمال لكن الكوره تطلع بعيد عن المرمى. في الدقيقه 57 يجي انفراد برضك لاحمد ياسر ريان ويحرزوا هدف، بس الهدف يتلغي بداعي التسلل، تمركز مدافعين الزمالك كان عالي الدقه جدا. في الدقيقه 86 و50 ثانيه احمد ابو الفتوح بيستلم الكوره من نص الملعب، في الدقيقه 86 و54 ثانيه ابو الفتوح بيجري بالكوره، في الدقيقه 86 و59 ثانيه ابو الفتوح بيشاور بايده بيعمل تمويه بيشتت بالمدافعين، عشان في الدقيقه 87 وثانيه ابو الفتوح بيمينه الهدف الثاني لنادي الزمالك. بتوفيق ان شاء الله نادي الزمالك في مباراه السوبر، وان شاء الله نتوج باللقب.